هذا مدرس مصري يدرس مادة العلوم، وش كان السؤال؟ السؤال يقول اديني خمس فوائد لحليب الأم. خمس ايه؟ فوائد لحليب الأم. خمس ايه؟ فوائد لحليب الأم. خمس ايه بقول؟ يلصقه يلصم اذنيك مصري. خمس فوائد لحليب الأم. اه خمس فوائد لحليب الأم، مين؟ مين يقول؟ انا يا استاذ اللي بعطيك خمس. اتفضل يلا قول. الاولى مجاني. صحيح. الثانية متوفر 24 ساعة. صحيح. الثالثة لا تستطيع القطط سرقة الحليب. صحيح اكيد. الرابع غير منتهي الصلاحية. صحيح. الخامس. الخامس موجود في عبوات جذابة. الأخيرة صح صح صح.